السلام عليكم السادة المتابعين في اكسسوار جديد. عندنا الباق هذا ولا ماشي باق، المهم كاش اكسسوار واش الفايدة تاعو. هذا كيكون عندك فلوس تاع حمام ولا فلوس دجاج، يخدم هاد زوج طيور كبار ولي في نفس الحجم، كيكون عنده الكوسح ويولو رجليه مفروقين كيما هاك. هادي واش دير، تجمعهم كيما راك تشوف. كيكون صغير فلوس، الا كبر هو عوج صاي سي ترو طار ما يتريقلش. كيكون صغير، هذا غير المثال، وريت كيما حنا الحمام الكبير هذا باش تفهموا كيفاش تستعمل. هاي كيفاش تجي. المرة اللي فاتت شفنا هذا المشكل اللي صرا في الكناري، او كيفاش تشد في الرجل التالي او المشكل كيفاش يكون. وهنا كيفاش تولي الباك هذا يشد في الصباع وفي الساق. وهنا يكون الرجلين مفتوحين يلاقيهم كيما هكا. او كيفاش تستعمل كيما انا موضحين عن الحمامة هذه هكا. هي ما بها والو، غير راني نوريكم الشرح هكا. السلام عليكم.